اهلا وسهلا، الله يبارك بيك. طبعا مبروك لكل جماهيرنا الأمة الشرطاوية، مبروك لكم، مبروك للاعبين، مبروك للكادر التدريبي عودة مؤمن سليمان، مبروك لداود. مين داود؟ ما حد يعرفه. هذا داود بقلبي، هاك شوف هسه غافلتك جريتها. ماكو، انهترك الريد والله. الريد ثلاثة كاس ودوري، ثلاثة الريد ثلاثة. يا ابو ثلاثة، يا ابو ثلاثة، يا ابو ثلاثة. ما يخالف، عندنا بعد عندنا مرحلة ثانية، والشرطة مو قليل شر والله العظيم. شوف احنا شو نقول؟ نقول جمهورنا لازم يتثقف، بس ما جاي يتثقفون. يعني ما نريد هتافات مسيئة، ما نريد هاي التجاوزات اللي تصير بيناتهم. وان شاء الله جمهورنا راح نشوفكم بالبصرة لعبة العراق والفلبين. مبروك الفوز. جوية جوية. اي والله جوية.